جسر أوريزوند الممتد على بحر البلطيق لثمانية كيلومترات جسر يربط بين الدنمارك والسويد، ويمكن مشاهدته من الميناء الغربي لمدينة مالمو السويدية. وفي السنوات العشر الأخيرة نشأ حي جديد تماما في المنطقة الصناعية السابقة في المدينة. يقع مطعم سولت أند بريغا في وسط هذا الحي على شاطئ بحر البلطيق، وهو يقدم أكلات موسمية محضرة من مكونات حيوية. في الشتاء نطهو أنواعا من الخضار الشتوي اللذيذة والصحية وسعرها مناسب، كما توجد في محيطنا أنواع مختلفة من الأسماك، ولدينا الكثير من المنتجات المحلية الجيدة. يعد المطعم واحداً من أول المطاعم الحيوية في السويد، وجميع مكونات الوجبات تأتي من المزارع الحيوية، والسمك يشترى من التجار المرخص لهم، كما يملك المطعم منشأة تسميد حيوية ولا يسمح بالتدخين فيه. وعندما يجد كبير الطهاة جويل لندكفيست وقتاً كافياً يقدم الطعام هو بنفسه، ويعني اسم المطعم الملح والجسر. سيحضر لنا ليندكفيست اليوم مقبلات سويدية، والمكونات الرئيسية لها يجدها المرء في كل سوبر ماركت، وهو الخبز المقرمش، ويمكن العثور على الاختراع السويدي هذا بأنواع كثيرة. لدي فكرة أفضل. ولعملها يدويا تناول جويل ليندكفيست كيسا من الطحين. اشتريت الطحين الخاص بذلك وسأريكم طريقة التحضير. ولعجنه يحتاج المرء إلى الماء والخميرة وما يسمى بطحين الجودار. يتبل ليندكفيست خبزه هذه المرة بالشومر والكمون مع الملح. كما يلون جزءاً من العجين ليمنحه جمالاً. يترك العجين ليتخمر لساعة تقريباً، وبعدها يفرد ليمنح الشكل المطلوب، كما يثقب ليخرج الهواء منه أثناء الخبز. وبعدها يوضع في الفرن، ولا يحتاج الخبز المقرمش إلا لعشر دقائق لينضج. الخبز المقرمش يجعلني أفكر في جدتي، فقد كنت في الرابعة أو الخامسة من العمر عندما كنا نخبز الخبز المقرمش في فرن الحطب في الخارج، وبعدها كان يترك في الشمس ليجف. هذا أول ما أذكره عن الخبز المقرمش. تخرج قطع الخبز من الفرن محمصة وبنية اللون. والآن ينتقل ليندكفيست لتحضير ما يوضع على الخبز، وهو من التحضيرات السويدية التقليدية. تشكل البطاطس والبيض المسلوق مكوناته الأساسية، بالإضافة للشبت وسمك السردين المفروم ليمنحه طعما مالحا. ثم يجرب مذاقه، وبعدها يكون جاهزا. الطعام جاهز الآن، وهو خبز مقرمش مع جبرورة سويدية. وحتى لا يصبح الخبز المقرمش طرياً يجب تناوله سريعاً. اسم الخبز المقرمش مشتق من كلمة كنيكة السويدية، وهي تعني القرمشة. طعمه طازج وشهي. ويصبح الخبز المقرمش المحضر بيتياً وجبة سريعة لذيذة عند تناولها مساءً مع مشروب البيلسان الكحولي.